بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس ديال اليوم غادي نتكلموا إن شاء الله على صلاة الجنازة. الله تعالى كرم هذا الإنسان المسلم وهو حي، وكرمه وهو ميت، ومن أعظم أنواع التكريم اللي ما وصلت لهاش شي جهة أخرى، شي قانون، شي فكر إلى آخره، هو الصلاة على هذا الإنسان بعد وفاته. احنا عندنا في الإسلام من تكريم الله تعالى لنا أنه اللي توفى فينا يوجب على الآخرين أنهم يصلوا عليه صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة هي فرض كفاية، بمعنى أنها هي واجبة على جميع المسلمين، ولكن إذا قامت بها واحد المجموعة وصلى واحد المجموعة على ذاك الإنسان الميت، رجل كان أو امرأة، فتتسقط على الآخرين. ولكن اللي عرف بأنه كين الجنازة وغادي يصلي عليها وما حضرش في صلاة الجنازة وما صلاش معهم، وخا هو ما تيكونش آثم، ولكن تيكون فاتو واحد الفضل كبير وفضل عظيم عند الله تعالى. لأن سيدنا عبد الله بن عمر أخبر وخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بأن اللي صلى على الجنازة عنده قيراط، يعني عنده أجر كبير جدا، عنده جبال من الأجر، واللي تبع الجنازة ومشى معها حتى تدفنت عنده قيراطان، بمعنى عنده أضعاف ما عند الذي صلى عليها فقط. سيدنا عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة وينصرف، لأنه ما كانش عنده، لم يبلغه هذا الحديث، ما عندوش الخبر به، فلما بلغه قال كم ضيعنا من قراريط، بدأ كيتأسف وكيتحسر، ورجعت معه عندما تقول راه ضيعنا بزاف ديال الأجر وضيعنا كثير من الثواب ديال أننا كنا تنصلي على الجنازة ولكن ما تنتبعوهاش حتى تدفن. فالمسلم يحرص باش ما يفوتوش هذا الفضل وما يفوتوش هذا الخير وهذا الأجر الرباني العظيم في الصلاة على الجنازة. ثم الصلاة على الجنازة كاين عندها شروط، بمعنى أن شكون هو الإنسان اللي يمكن لنا نصلي عليه، أو شنا هو الأمور التي تشترط في الصلاة على الميت. أول حاجة استقرار الحياة، بمعنى أن هذاك اللي غادي نصلي عليه يكون يعني كان من الأحياء فعلا. فالسقط مثلا لا يصلى عليه، ولكن إذا الإنسان استهل صارخا أو تنفس أو تحرك شي حركة اللي عرفنا بها أنه كان حي ثم مات مباشرة بعد الولادة، يكفي أنه يتحرك أو أنه يبكي أو أنه يتنفس يطلع النفس أو كذا لنعرف حياته بذلك، فنصلي عليه صلاة الجنازة. كذلك من الشروط أن لا يكون شهيد معركة، معنى أنه إذا كان الجهاد الشرعي الحقيقي اللي شرعه الله تعالى في القرآن وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقواعده وبضوابطه إلى آخره، واستشهد أحد المسلمين في معركة من المعارك، فهذا لا يصلى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء في أحد، ولم يغسلوا ولم يكفنوا كذلك، إنما يعني في الألبسة ديالهم وفي الدماء ديالهم ودفنوا كذلك، لهذا غادي يتبعثوا يوم القيامة على حالتهم التي ماتوا عليها واستشهدوا عليها. كذلك لا يكون غائبا، بمعنى أن يكون حاضرا، فالغائب لا تصلى عليه صلاة الجنازة. وأما ما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة، فقد بين العلماء وجه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني بأمور متعددة، إما أن النجاشي ما كانش عنده اللي يصلي عليه لأن المسلمين ما كانوش كاينين ديك الساعة في الحبشة، وإما أن الله تعالى
أطلعه على حالته وأحضره أمامه كما أحضر أمامه بيت المقدس في لما عاد من الإسراء وبدأوا يسولوه المشركين تحديا إلى آخره. على كل حال أجاب عنه العلماء بأجوبة متعددة. ثم الآن فرائض صلاة الجنازة. صلاة الجنازة عندها مجموعة من الفرائض لا تصح إلا بها. الفريضة الأولى هي النية، معناه أن المسلم تنوي أنه يصلي صلاة الجنازة. ثم الفريضة الثانية هي الدعاء، معناه أن الإنسان المسلم اللي كيصلي صلاة الجنازة يجب عليه أن يدعو مع الميت، وهذه فريضة من فرائض صلاة الجنازة. وأقل الدعاء أن يقول اللهم اغفر له، أو يقول اللهم ارحمه، أو اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، فهذا أقل الدعاء. ومزيان المسلم يحفظ على الأقل دعاء أبي هريرة مثلا اللي رواه الإمام مالك واللي تقول فيه على أن هو حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وإذا كانت امرأة تنبدلوا الضمائر من المذكر إلى المؤنث، وإذا كانت الجماعة كذلك كنبدلوا الضمائر من المفرد إلى الجمع، اللهم إنهم عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. من فرائض الصلاة التكبيرات الأربعة، التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والتكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بأن هذه التكبيرات هي بمنزلة الركعات في الصلاة الرباعية، بمعنى أن كيفما أن كل ركعة فرض وواجبة، كذلك كل تكبيرة واجبة وكل تكبيرة فرض، فهذه الصلاة اللي هي صلاة الجنازة. ثم من فرائض صلاة الجنازة السلام، بمعنى أن لما تكمل للناس اللي كيصليوا على الجنازة لما تكملوا التكبيرات الأربع والدعاء، طبعا على الدعاء مع الميت رجلا كان أو امرأة فردا كان أو جماعة، تيقولوا السلام عليكم. وشفنا في الصلاة بأن السنة والمستحب هو أن يكون السلام جهرا، هنا في صلاة الجنازة بخلاف ذلك، اللي مزيان واللي مستحب هو أن يكون السلام سرا، أن يقول السلام عليكم ويتيامن بها يعني الجهة اليمين، ولكن يكون ذلك سرا. تبقى فريضة من فرائض صلاة الجنازة ذكرها كثير من العلماء هي بالنسبة للقادر عليها، وهي القيام. إذا كان الإنسان قادر على القيام تكون واجب في حقه أن يقوم في صلاته على الجنازة، وإذا كان ما قدرش يقوم فهو من أهل الأعذار لا يلزمه القيام. هذه صلاة الجنازة أجمع علماء الأمة، أجمع المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أنها فرض ووجب على الأحياء يقوم بها على الأموات، لا فرق بين يكونوا هذه الأموات صالحين أو يكونوا من أهل الكبائر، بمعنى أن واحد الإنسان كان صالح هذا ما فيهش مشكل، ولكن إذا كان شي إنسان ترتكب شي كبيرة من الكبائر، مثلا ما تيصليش أو تكذب أو تسرق أو إلى آخره من الأمور اللي هي من 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 الكبائر، هذا راه ما تيعنيش أننا ما نصليوش عليه صلاة الجنازة، لا، صلاة الجنازة واجبة بالنسبة للأحياء على هذا الإنسان اللي مات، وخا هو من أهل الكبائر واجبة إجماعا، جميع العلماء تبينوا تقولوا راه ما دام من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يسعنا أن نترك الصلاة عليه، ولا يسعنا أن نتخلى عن الصلاة عليه، وإنما يلزمنا ويجب علينا أن نصلي عليه صلاة الجنازة، لعل الله تعالى أن يرحمه بها، ولعل الله تعالى أن يتقبل دعاء الداعين له
في هذه الصلاة فيغفر ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته ويمحو ما سبق وفعله من الذنوب والآثام. إذن بصفة عامة وباختصار هذا ما يتعلق بصلاة الجنازة. أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بالحسنى والزيادة، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.